انا هعمل شير اهو للشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الشاشة ظاهرة معاكم تمام؟ اه يا دكتور ظهرت. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هندي كده ملخص سريع لفكرة ايه هي الذكاء الاصطناعي، وبرضه الفيديوهات موجودة لو حد حابب يرجع للفيديوهات اللي فاتت يكون افضل. طيب الذكاء الاصطناعي، حد ممكن يفكر معايا ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ قولوا لنا ايه هو الذكاء الاصطناعي بعد اذنكم. المحاضرة تفاعلية، فلو أنا قلت ذكاء صناعي، إيه الحاجة اللي بتيجي في دماغي؟ أنا بيجي في دماغي إن هو حاجة بتفكر زيي وتحاول يعني كتفكير إن هو بيفكر زيي ويطلع إجابات. تمام، يبقى إحنا نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي هو العلم اللي بيحاول يقلد تفكير الإنسان. الطبيعي في البرمجة إن أنا بديله خطوات معينة، يعني بقول له إيه؟ روح اعمل 1 2 3 4 5. لو واحد فيهم وقفت ما عرفش يعملها مش هيقدر يكمل. يعني انا قلت له روح مثلا امسك الكوبايه دي وحطها وديها المطبخ واغسل الكوبايه، لو هو مثلا ملاش الكوبايه هيقف مش هيقدر ان هو يتصرف ولا يقدر يرجع يقول لي ده في حاجه انا ما عرفش اعملها. مع الذكاء الاصطناعي يبدا بقى ايه يفكر، يبدا ان هو يرجع يقول لي انا مش لاقي الكوبايه، يبدا ان هو يدور عليها. لو انا قلت له مثلا انزل هات حاجه من سوبر ماركت، افتح الباب وروح لحد الاسانسير وانزل وهات الحاجه ديت. فلو لقى الباب مفتوح فهو كده المفروض يفتح الباب، لقى الباب مفتوح مش هيقدر ان هو يتحرك. فالذكاء الاصطناعي نقسمها ذكاء واصطناعي. احنا امتى نقول على الشخص ده ذكي؟ كونان مثلا، لو حد بيتفرج على محقق كونان ذكي ليه؟ لان هو بيستنتج الحاجات وبيحلل الحاجات ويقدر يتصرف في المشكله اللي موجوده، ما بيستناش ان هو يرجع لي. يعني انا يعني انا عملت برنامج يتعامل مع العملاء، وقلت له لو العميل طلب كذا ادي له كذا، لو العميل طلب كذا ادي له كذا. طب العميل جه يسال على حاجه مش موجوده اصلا، او عايز كل الحاجات وفي حاجات فيهم مش موجوده، يعني في هو عايز 7 حاجات في 4 منهم موجودين و3 مش موجودين. فهو الذكاء الاصطناعي بقى يتبرمج ان هو يتجاوب مع الظروف ديت، ان هو يفهم كل حاجه ويبدا ان هو يتعامل معاها. فالذكاء الاصطناعي المفروض ان هو يفهم، المفروض ان هو يبقى عنده نوع من انواع المنطق، نوع من انواع الكرياتيفيتي الابداع. يعني هو مش مجرد ان انا لما اساله سؤال يعمل سيرش وياخده كوبي بيست ويجيبه لي، لا ده هو ممكن يدمج الكلام كله وممكن يجيب لي حاجه ما كانش متبرمجها. يعني من ضمن الحاجات ان الناس اللي برمجوا اوبن اي اي الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي فوجئوا ان هو بيعمل حاجات هم نفسهم ما كانوش مبرمجينه عليها. يعني مثلا حد يسأله سؤال يقول له أنا عايزك تكتب لي شعر بعربي مثلا باللي هو الوزن والقافية والحاجات دي كلها، هم مبرمجينه على الشعر العادي اللي هو الشعر الحر، لكن هو قدر يفهم الوزن والقافية ويبدأ يعمل أشعار زي عنترة من الشداد والمعلقات والحاجات دي كلها. فهو بقى عنده قدرة على الإبداع وقدرة على إن هو يعمل حاجات أنا نفسي ما كنتش أعرف إن هو ممكن يعملها. عنده قدرة على التخطيط، عنده قدرة على حل المشاكل. فالذكاء الاصطناعي في نوع ذكاء بسيط اللي هو بيبرمج على حاجة واحدة، ان انا ببرمجه ان هو يلعب لعبة واحدة، انما في حاجات تانية ان هو بيتعامل مع كل حاجة، ان انا ممكن اي سؤال تسأله لي يبدأ يفكر فيها. وفي نوع اخر اللي هو السوبر اللي هو بيفكر في حاجات انا ما نفسي ما كنتش فكرت فيها، يعني ذكاؤه يقرب من ذكاء الانسان. تمام، يعني نقدر نقسمه تقسيمه تانية ان هو في نوع بيتعامل معايا لما اساله سؤال يجاوب عليه، وفي نوع بيبقى عنده امكان على الابداع وامكان ان هو يتصرف. يعني فرض مثلا ان انا مبرمجه على حاجات معينه وفوجئ ان في واحد اغمى عليه، هو ما برمجش على كده لكن هو شاف ان في حاجه غلط فيبدا ان هو يتصل بالاسعاف، يبدا ان هو يكلم الشخص دوت يقول له انا ممكن اساعدك، ايه اللي انت عايزه وانا اعمله لك. فاصبح في تطور في الذكاء الاصطناعي، والذكاء ده ما بقاش خيال، ده بقى موجود حوالينا. يعني في دلوقتي الموبايلات كلها بقى فيها ان انت تدوس على زرار وتبدا تتكلم، زي مثلا سيري مثلا، في ان انت مثلا في العربيه اللي بتسوق نفسها بنفسها دي بتقعد تشوف كل حاجه حواليها وتحلل البيانات وهكذا. طيب الصوره دي احنا عملناها بالذكاء الاصطناعي، هوريكم مثال سريع
لان احنا شرحناها قبل كده بس سريعا. يعني ده موقع اسمه ليوناردو. موقع ليوناردو ده كل اللي انت بتعمله ان انت كان عندك رسام وبتقول له انا عايزك تعمل لي كذا، فهو بيعمل لك الرسمه اللي انت عايزها. يعني انا عايز مثلا قطه بتطير في الفضاء او قطه بتسبح في الميه، فمش بيدور في النت على صوره، ده هو بيعمل صوره خاصه بي انا مش موجوده عند حد تاني. في هي دي قوه الذكاء الاصطناعي. تمام اهو ده الموقع اهوت. كل ما تفتح الموقع هتلاقي يقول لك ان انا هو طور نفسه وعمل صور جديده وعمل ابداعات جديده وحاجات زي كده. في عندي كذا حاجه، احنا هندخل على اللي في النص اللي هي ايمج كرييشن. عندي حاجه اسمها ريل تايم كانفا، اللي هي ايه، ان انا كل ما برسم حاجه هو بيبدا ان هو ايه يطورها. اوريك سريعا. تمام، كل ما انا قلت له ايه فلاور، خلينا نحاول نعملها من اول خالص. ماشي، بدل فلاور مثلا هقول له مثلا ستارت مثلا. دي هنا عبارة عن ايه، ان اي حاجة انا هرسمها هو بيبدأ ان هو يرسم لها المبنى بتاعها هنا. تمام اه درو كونفير. خليني انا عايز اقول له يمسح ده ويبدأ من الاول خالص. اهي في استيكة اهيت. تمام، كل ما بمسح حاجة هو اوتوماتيك بيبدأ يطبقها هنا. امسح خالص كونفير. طيب هنا بيلدينج. ماشي، هبدأ بقى ارسم شكل مبنى. بص انا برسم اسوأ رسم ممكن خالص اهو. ماشي، طيب هقول له Arabic building. بدأ يعمل لي ايه، بدأ يعمل لي شكل مباني عربية. ليه؟ لان انا قلت له Arabic building، فمجرد ان انت بتخصص الحاجة بيعمل لك حاجة افضل. ده اللي انا بكتبه ده اسمه برومت. برومت يعني بطلبه ان هو يعمل حاجة. تمام، وممكن مثلا نعمل ايه شكل قبة كده ونعمل شباك اهو وشباك تاني وشباك تالت. هنا هو بيعمل لي نفس الحاجة اللي انا بعملها هنا بيعملها هنا. وممكن اقول له ايه ابدع فيها او ما تبدعش فيها. ممكن اختار مثلا انها تبقى دايناميك، اغير الشكل مثلا، كان هنا بيهتم بالتلوين اكتر مثلا، بيعمل الحاجة بالشكل دوت. تمام، اعملها على شكل انمي. طيب خليني نخرج من الاكس ده بس، من الاكتور دوت، لكن هو حاجه جميله جدا. يعني في ادوات كتيره جدا في الذكاء الاصطناعي، زمان كانت صعبه، دلوقتي الامور بقت سهله جدا. يعني بابسط الحاجات نقدر ان احنا نعمل صوره ابداعيه خالص. طيب انا هاجي هنا ايمج، عايزين نعمل صوره عن ايه؟ انتوا حابين نعمل صوره عن ايه؟ حد يفكر كده في فكره كده نعملها. لو سيستم اتش باك مثلا يا دكتور، لا يقدر يعمل. حلو قوي. في برامج متخصصه في انها تعمل اتش باك. تمام، اتش باك يعني هيتنج فنتيليشن. اتش باك، ثانية واحدة افتكر الاختصار، هيتنج اير كونديشن. تمام، دي نظام من انظمه التكييف، عشان بس لو حد تاني معانا مش مهندس تكييف. في برامج متخصصه بتعمل الموضوع دوت. يعني لو احنا عايزين نعمل اتش فاك فاحنا في برامج متخصصه، افضلهم اللي هو البرنامج اسمه ماجيك كات. ماجيك كات ده برنامج فنلندي بيشتغل جوه الريفت، بيقدر يعمل لنا سيستم للاتش فاك. ممكن ان انا الفكره كلها ان الذكاء الاصطناعي اصبح دلوقتي سهل جدا، فانا ممكن اخد اي تكنولوجيا جاهزه معموله وابدا ان انا احطها في قلب البرامج بتاعتي. يعني لو انا عايز برنامج متخصص يدرس مثلا انظمه التكييف في الدول المختلفه، ممكن استعين بشات جي بي تي واسطبه عندي وابدا اساله بعض الاسئله المتخصصه وابدا ابرمجه على الحاجه اللي انا عايزها. الموضوع ده سهل جدا. بس احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا نعمل صور. يعني هنا مثلا قلت له كان ابني قال لي اعمل لي ابو الهول في قلب الشارع. تمام، هنا انا قلت له عايز كونان وهو بياكل مثلا طعميه، عايز روبوت بس يكون لابس زي عربي وفي مدرسه. فخلينا مثلا نقول له ايه كات سويمنج ات سويمنج بول، عايز قطه موجوده في حمام السباحه. فهيبدا يعمل لي اربع صور، هو كل يوم بيديني 150 نقطه،
كل ما بدي اسئله بيبدا يخصم نقط، بس ده يوميا يعني، تاني يوم هينزل لي صور تانية والحاجات دي كلها. وهنا بتختار عدد الصور من اللي هي نمبر اوف ايمج. هنا البرومت البرومت اللي انت عايز تدخله ممكن يعمله تحسين، يعني كل مره يبدا يكتب كلام اكتر، يعني كاتب له حاجات صغيره لكن هو طور في البرومت دوت ووصف شويه حاجات. عايز لقطه تكون فيها شمس ويكون في وضوح للرؤيه. فهنشوف الصور دلوقتي هتطلع حلوه ولا ايه. هنا ممكن تختار بقى المحرك اللي هو هشتغل عليه، يعني هنا مثلا في فينيكس، في لو انت عايز افلام كرتون، افلام سينمائيه، جرافيك ديزاين، كل الحاجات ديت. وكل واحد حسب التخصص بتاعه، يعني لو واحد مثلا بيدرس في اي مستوى دراسي بيلاقي البرامج المناسبه ليه. في لو انت مدرس او عمل لي قطه بتسبح في قلب المايه بشكل كويس، انا افضل ان انا اخليها صورتين عشان النقط ما تخلصش، وكل شويه تقدر ان انت تساله اسئله كويسه. تمام. طيب نرجع لفكره الذكاء الصناعي لان احنا عايزين ناخد حاجه جديده النهارده. طيب في مثلا ادوب فاير فلاي، ده مثلا بيعمل ايه؟ ده من شركه ادوب، ودي شركه متخصصه اللي عامله الفوتوشوب. فهنا بقدر ان انا ايه اخدي له صوره وابدا اعدل عليها بشكل سهل جدا وبسيط. يعني ممكن اقول له ايه الصوره دي عدل لي فيها. في عندي هنا جنريتيف فيل، جنريتيف فيل يعني ايه؟ مثلا في جزء معين من الصوره اقول له عدله، يعني مثلا الشخص ده لابس جلابيه اقول له بدل الجلابيه دي ببدله مثلا. تمام. مجرد اهو ان مثلا علمت على جزء وقلت له حط لي مثلا هنا نحله، فيبدا يحط لي نحله. تمام. ملكه النحل مثلا، نحله وفي عسل وهكذا، فبيبدا ان هو يعدل لي فيه الصور. تمام. الكلام واضح ولا في حاجه مش واضحه؟ واضح يا دكتور. ماشي. حمزه الكلام واضح؟ واضح. ماشي. وكارما انا عايز الناس تتجاوب، لو حد عنده اي حاجه ممكن نقول اشرح تاني ونشرحها تاني، مفيش مشكله. تمام. طيب هنا مثلا انا اديته صوره للاهرامات وقلت له طب خلي جزء منه مثلا يكون كان فيه جليد مثلا، مجرد ان انا اديته الصوره وقلت له عدل فيها فبدا ان هو يعدل. في اللي هو البنج دوت برضو من الحاجات اللي لازم انتوا تجربوها. ومست البنج ان انت تكتب له بالعربي عادي، يعني ما عندوش اي مشكله خالص. يعني خلينا نكتب له كده بالعربي مثلا ابو الهول اشرب شاي. انا مدي له حاجه صعبه، صعب ان هو ياخدها من اي موقع تاني، لازم يعملها اللي هي انا مخصوص. تمام. فيبدا ان هو ايه يعمل لك كل يوم بيديك 15 نقطه، فتقدر تعمل 15 صوره. تمام. دي صور مثلا قلت له اعمل لي صوره ارنب واسد. تمام. حقيقيين. هنا قلت له كرتون. فمجرد ان انت بتدي له بس البرومت يبدا ان هو يعمل لك صوره كويسه، او بيعمل لنا الصوره اللي احنا عايزينها دلوقتي اهي. اه ايه رايك في الصوره دي؟ لو انت معترض عليه، انا بالنسبه لي احسن واحده ديت. تمام. لو انت معترض عليها ممكن تقول له ايه اعمل لي صوره ثانيه اهي. مخلى ابو الهول بيشرب ايه شاي، ممكن تقول له اعمل لي صوره تانية وهكذا، فيبدا يعمل لك صور كتير. انت ممكن تعمل انت قصه وتبدا انت تخليه كل فقره من القصه دي تقول له اعمل لي الصوره دي، يعني تقول له عايز ارنب وسلحفه واقفين جنب بعض، عايز الارنب نايم والسلحفه هي اللي بتجري وهكذا، فتقدر تعمل كل صور اللي انت عايزها. وتقدر تقول له مثلا طب انا عايزها بشكل كرتوني، طب انا عايزها على الفضاء وهكذا. ففكرة ان انت تعمل الصور دي فكرة جميلة جدا، يعني بدل ما احنا بنتفرج على الحاجة لا احنا نطور نفسنا. طيب طبعا الموضوع بقى موجود في كل التكنولوجيا، يعني بقى في روبوت دلوقتي يقدر ان هو موجود في المستشفيات، في حتى في الحرم وانت بتعمل عمرة بتلاقي في حاجات مثلا بتقدم القهوة، حاجات بتساعد، فدي بتبقى حاجه كويسه. في لو انت رحت مكتبه مثلا يبدا يشوف انت ايه الكتب اللي انت بتحبها ويجيب لك حاجه انت
قريبه من اللي انت عايزه. الالعاب حتى بقى فيها ذكاء صناعي قوي جدا. في حاجه اسمها ال NLP Natural Language Processing، اللي هو ايه؟ ان هو بقى دلوقتي يفهم الكلام بتاعي. يعني انا دلوقتي ممكن افتح الموبايل بتاعي وابدا ان انا اتكلم معاه، ماشي؟ في مثلا عندي شات جي بي تي وكوبايل، طب احط لكم الروابط على التليجرام عشان تشوفوها. فممكن اقول له ايه، ادوس كده وتقول له مثلا صباح الخير، فهو يبدا يفهم ويبدا ان هو يتجاوب معاك. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام، how can I assist you today؟ أريد أن تحدثني عن أحمس القائد المصري، لكن بأسلوب بسيط يناسب طفل. هو دلوقتي بيقول بالإنجليزي، فأنا أقول له إيه؟ أنا عايز بالعربي بسيط. أقول له إيه؟ هل يمكنك التحدث باللغة العربية؟ مساعدتك فيما يتعلق بالملك أحمس. أريدك أن تحدثني عن الملك أحمس باللغة العربية بأسلوب يناسب طفل عنده 5 سنين. بالتأكيد. الملك أحمس كان ملكا شجاعا مهما في تاريخ مصر القديمة. تخيل أن هناك شعبا غريبا جاء إلى مصر وسيطر على جزء منها. تمام. فهو ممكن لو انت عندك درس صعب تقول له اشرح لي الجزء ده من الدرس، وهو يبدا يشرحه لك بشكل جميل جدا وسهل. طيب احنا ان شاء الله هنحاول نشوف مع بعض ازاي نبرمج احنا حاجات خاصه بينا، ماشي؟ وحاول ترجع برضو للدرس اللي فات عشان ما نعدش اللي احنا قلناه. طيب دلوقتي هنشوف لغه برمجه جميله زي لغه السكراتش او بيك تو بلوكس، يعني الاثنين نفس الحاجه نفس الواجهه. البيك تو بلوكس بس مزودين بعض الحاجات اللي احنا ايه هنشتغل عليها. بس سواء اشتغلت سكراتش او بيك تو بلوكس الاساسات واحده، الفكره واحده. الفكره ايه؟ ان انا هبني كان انا بلعب مكعبات، يعني عندي شويه مكعبات وببدا ارسمهم بشكل معين. الشكل ده هيبدا يعمل لي برنامج، فانا مش مضطر ان احفظ اكواد، مش مضطر ان انا اقعد احفظ كود شفره. طيب خلينا نفهم فكره سكراتش ونبدا نطبقه مع بعض. بعد كده ممكن تخش في لغات تانية زي لغة مثلا البايثون، لكن في الأول بس إيه نفهم فكرة البرمجة. ده لو أنت عايز تطبقه ممكن تطبق دلوقتي. ده الموقع هوت اسمه scratch.mit.edu. MIT ده يعتبر من أقوى الجامعات في أمريكا، يعني دي من أقوى الجامعات على مستوى العالم، عاملة لغة عشان الناس تتعلم البرمجة وتحب البرمجة. طيب في حاجة اسمها الخوارزمية. الخوارزمية هي إيه؟ الخوارزمية ده عالم مسلم اسمه الخوارزمي، بدأ يعمل لنا طريقة لحل المشكلة. يعني أنا لو عندي مشكلة كبيرة أبدأ إن أنا أشوف الخطوات وأبدأ أعرف إن أنا أحل المشكلة دي من طريق 1 2 3 4. يبقى أنا عندي تعليمات مفصلة لكل مشكلة أو كل مهمة. يعني أنا عندي حاجة معينة هعمل 1 2 3 4 هتبدأ إنها تتحل. فما بخشش أحط بلوكات على طول. يعني أنا دلوقتي عايز أبني بيت ومعايا مكعبات، ممكن احط المكعبات في بعض يطلع لي مثلا ترابيزه ما يطلعش بيت. فانا لازم اكون فاهم انا بعمل ايه، فاهم الترتيب الحاجات بتاعتي، ايه الترتيب الصحيح للحاجات. هي دي فكره الخوارزميه. خلينا ناخد مثال. انا دلوقتي في مكان وعايز اروح مكان تاني، فوقفت واحد وقلت له انا عايز اروح الميرا اللي يعني السوبر ماركت او محل اللي في القران، ونميره اهلنا. طيب واحد بقى يقول لي ايه، امشي طوالي في يمين في شمال. فده ايه اسمها خوارزميه، خطوات ان انا امشي عليها عشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها. تمام. طيب ممكن ايه عندي لعبه بلوكات. هي احنا الشغل بتاعنا هيبقى عباره عن بلوكات، ان انا هبدا اوصل حاجات ببعض عشان يبقى عندي اللعبه. فمن خلالها بنفهم بعض المفاهيم المهمه في البرمجه، وتقدر تعمل برامج وتقدر تعمل فيديوهات كويسه جدا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل كعكه، فبقول لماما عايز اعمل كعكه، فبتقول لي الحاجات اللي انت محتاجها اللي هي الانبوت، محتاج مثلا دقيق سكر بيكنج باودر الحاجات ديت، ماشي؟ فهي بيقول لي البرمجه هي ان انت هتحط لغه الكمبيوتر بيفهمها. يعني احنا كلنا بنتكلم عربي، مظبوط؟
لو واحد فينا ما فهمش عربي محتاجين نترجم له. هي بقى ايه؟ الكمبيوتر ما فهمش عربي، هو بيفهم ايه؟ البرمجه. هو بيفهم لغه اسمها 01، او بيفهم ان كان في لمبه قادت ولمبه اتطفت، فلما بتزيد وتطفي هو بيقدر يفهم. فانا عشان صعب ان انا اقعد اقول له اون واوف والكلام دوت، بقينا في لغه برمجه بيفهم منها الكمبيوتر احنا عايزين ايه. فانا اللغه اللي انا هستخدمها دلوقتي هي لغه سكراتش، دي اسهل لغه هنبدا نطبقها مع بعض. فلو احنا اتعلمنا برمجه هنتعلم مع بعض ازاي نحل المشاكل، ازاي نفكر بشكل منطقي، ازاي نفكر بشكل ابداعي. فانا ما بقتش مستخدم للعبه، انا بقيت انا اقدر اعمل لعبه. انا ما بقتش بتفرج على التيك توك، لا ده انا ممكن اعمل افلام وبرامج مفيده يكون فيها قيم وحاجات مفيده للناس. تمام. فاحنا مثلا عندنا مشكله، انا دلوقتي جعان وعايز اعمل اكل، فانت لازم تقعد تشوف المشكله ايه وتبدا تقسمها، ومثلا ايه الحاجه اللي انت تعملها وايه الخطوات بتاعتها. لو احنا مثلا عايزين نعمل شطيره بالجبن المحمص، فانت لازم تعرف المقادير وتعرف ايه الحاجه اللي انت هتعملها عشان تقدر تشوفها، مكونات بتاعتها، الوصفه، وتحطها في الفرن قد ايه، والحاجات دي كلها. ده اللي احنا هنعمله ببساطه، ان احنا هنبدا نفهم الكمبيوتر ونفهم الكمبيوتر، يبقى في لغه مشتركه بيني وبينك. يعني لو انا قاعد مع واحد ياباني لازم ان انا ايه واحد فينا يبقى عارف لغه التاني، فنبدا ان احنا ايه نتفاهم مع بعض. فاحنا هنشوف دلوقتي مع بعض لغه سكراتش. مين هنا اشتغل سكراتش؟ تقريبا كلكم اشتغلتوا سكراتش مظبوط. مين هنا اشتغل سكراتش؟ حمزه اشتغلت سكراتش؟ ايوه اشتغلت. ايوه تمام. احنا بقى هناخد بقى بعد ما ناخد الاساسيات بتاعت سكراتش النهارده هناخد كده حته ايه بيك تو بلوكس، حته كده كون ازاي الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يفهم الشكل بتاعي. كارما اشتغلت سكراتش؟ لا انا دي اول سيشن ليا. مفيش مشكله، هنبدا من الصفر خالص، بس حاول تشوف اللي فات يا كارما. تمام. طيب ونورهان، نورهان معانا من المنصوره صح؟ نورهان اشتغلت سكراتش؟ لا ما اشتغلتوش يا دكتور قبل كده. طيب الله يكرمك. طيب خلينا نبدا كده مع بعض، سواء فتحنا سكراتش او فتحنا بيك تو بلوكس هتيجي معانا بالشكل دوت. هي عباره عن ايه؟ هحط بلوكات مع بعض. تمام. دي الجزء اللي هو في الدبدوب دوت، ده الجزء اللي انا هبدا اشوف الشغل بتاعي موجود عليه. ممكن نضيف كذا شخصيه وخليهم يتكلموا مع بعض. تمام. ودي الخلفيه. تمام. انا هاجي هنا اختار خلفيه، هنبدا واحده واحده نفهم فكره البرمجه. طيب هنا الشخصيه دي ماشي، اقدر ان انا اديها بعض الخطوات زي ما اشوف مع بعض. خلينا نبدا مع بعض. هقول له ايه؟ عندي هنا دي بعض البلوكات كان عندي مكعبات، فانا دلوقتي عايز اتحكم فيه. فخلينا نروح للحدث. الحدث هو عباره عن ايه؟ امتى الدبدوب ده هيتحرك. فانا اقول له ايه؟ لما حد يدوس على علامه البدايه اللي هي دي هتبدا تعمل كذا. فانا ممكن اقول له ايه؟ اول ما حد يدوس على علامه العلم الاخضر ده اللي هو جو اتحرك 10 خطوات. فلما ادوس هيبدا يتحرك 10 خطوات. تمام. يبقى انا لما هعمل اللعبه واديها لواحد صاحبي هيبدا ان هو يلعب اللعبه دي، بس اكيد طبعا هيبقى فيها خطوات تانية كتير مش بس كده، يعني واحده واحده هنخليه مثلا لما يشوط الكوره ممكن تيجي جون، فيبقى في رقم واحد واثنين وثلاثه يعد هو دخل كام جون مثلا. ماشي. طيب في برضو ان انا هو يلف مثلا، يبقى انا لما هدوس هيمشي 10 خطوات ويتحرك 15 لتحت بالشكل دوت. طيب انا محتاجه يعمل الموضوع ده 10 مرات مثلا، فعشان 10 مرات بدل ما اعملها كذا مره هنروح لحاجه اسمها ايه؟ ريبيت. ريبيت يعني كرر. يبقى انا كده دخلته في حلقه بيكرر، يكررها مثلا 10 مرات مثلا اهو، واحط الحاجات دي جوه ريبيت. فلما ادوس هيبدا يتحرك 10 مرات بالشكل دوت. ممكن اقول له بدل 10 دي خليها مثلا 20، يبقى اول ما ادوس يبدا يتحرك 20 بالشكل دوت. تمام ماشي. فهنا لو رحنا بقى الموشن هنبدا كل واحده من دول نفهم بتاعت ايه. موشن هنا بيقول لي حركه. ماشي. طيب هنقول له مثلا روح لراندوم بوزيشن. يعني ايه راندوم بوزيشن؟ يعني يروح لاي مكان بشكل عشوائي. يعني هو واقف هنا اول ما ادوس هيروح مكان تاني ويلف اللفه اللي انا قلت له عليها.
طيب احنا هنا عندنا 20 و10، طب نخلي دي مثلا 36، تمام، ونخلي دي 10، اللي هو بحيث ايه، هو كل مرة بيروح مكان عشوائي ويلف. طيب ممكن نحدد له مكان يروح فيه، نقول له ايه، روح بدل عشوائي اهو، هقول له روح للزيرو زيرو، يعني يروح لنص الشاشة بالظبط، يروح لنص الشاشة ويبدأ يلف. طيب هنا انا عايز اضيف شخص تاني، هاجي هنا وادوس هنا واقول له انا عايز اضيف مثلا الاوت سكراتش. فين الاوت سكراتش كات؟ اهو، بيبقى انا كده عندي شخصيتين، عندي ده وعندي ده، كل واحد فيهم بيبقى ليه برمجه بتاعته مستقله. يحصل ايه لما مثلا نبدا الايفنت بتاعنا؟ هاجي هنا في الايفنت واقول له اول ما تبدا عايزين ساوند، ساوند يعني صوت، اول ما تبدا اعمل صوت المياو، يبقى كده اول ما يبدا يبقى ده ما عنده ان هو يقول صوت القطه وده يلف. نيجي مثلا عند موشن ونقول له مثلا خليه يروح مثلا يتحرك في اتجاه معين، تمام، ممكن نقول له مثلا اتحرك مثلا بمقدار مثلا 10، وهقول له لو انت وصلت للحافة ارجع، ماشي، هقول له كنترول فور ايفر ريبيت فور ايفر، ماشي. بص ايه اللي هيحصل، القط اول ما بيروح يصطدم بالاخر الشاشة يرجع تاني. طيب انا عندي هنا موشن اللي هو ايه، حركة، انت عايز العنصر بتاعك يبقى موجود فين. عندي بعد كده لوك اللي هو الشكل بتاعه، ان هو يقول لي كلمة معينة، تعال نشوف هيقول لي كلمة ازاي. يبقى انا اول ما ادوس هنا هيقول لي هلو، ماشي. طيب خلينا نروح للدوب ونلغي الكلام ده كله، ونقول له اول ما تبدأ قول هلو، بص كده، وخلينا نظبط الدايركشن بتاعه. وخلينا نبدا. هما الاثنين قالوا في نفس الوقت، لا انا عايز يبقى في فرق ثواني بينهم، عايز ده يستنى ثانيتين ويرد على القطه. فهاجي هنا واقول له ايه، انا عايز كنترول، واقول له ايه استنى ثانيه كده مثلا، تقدر تغير الرقم من هنا لو انت عايز. ده قال له هلو، فالتاني قال له هلو بعدها بثانيه، تحس كده ان في حوار بينهم. طيب القط دوت انا عايز اقلبه، هاجي هنا واروح رايح الكاستمز واقول له ايه الدب ده، القط ده انا عايز اقلبه. هنا تقدر تتحكم فيه، تقدر تلغي، تقدر ترسم، تقدر تعمل اللي انت عايزه. وده الشكل التاني، احنا عندنا اتنين قط، ممكن اخليه يتقلب بالشكل دوت. فاحنا كده بدأنا ايه، نتحكم في خليه يتكلم، نخليه مثلا يطلع صوت، يخليه يتحرك، كل ده احساس ممكن تعمل فيلم كرتون بين الاتنين. طيب انا عايزه مثلا يقول حاجة كأنه مثلا، ممكن اقول له ايه اقلب لشكل معين، خلينا نعملها له كده اهو. هنا هيقلب لكات بي، وبعد كده خليه يقلب لكات 1، كات 1، بص بيقلب اهو ويبدا ان هو يتحرك، الرجل كل شويه تختلف. طيب خلينا ايه اهي عشان تشوفوها، هخلي بينهم ثانيه كده، نقول له ابدأ، شايف حركة الرجل؟ ممكن نخلي في حركة اهيت، تحس ان القط بيتحرك بان هو بيتمشى. فاحنا كده بدأنا ندي حركة للقط، ونبدأ ان هو يخليه يتكلم ويخليه يعمل قصص وحاجات زي كده. طيب عندنا مثلا
خلينا ان مثلا نقول له ايه، عايزين نعمل عمليه حسابيه مثلا، تمام، نجمع حاجتين مع بعض، فممكن اديله رقمين ويبدا ان هو يجمع بينهم. مثلا هو هنا بيقول رقم معين، ماشي، بيقول هلو، صح؟ طيب انا اقول له لا، بدل هلو دي قول لي رقم معين، مثلا 5 و5 كام، فبدأ ان هو يجمعهم لي، يجمع لي رقمين انا عايزهم مثلا، او يعمل لي طرح بين الاتنين. ده مثال مثلا العلامات الحسابية. طيب دلوقتي انا هعمل ايه، هدخل حاجة تانية من العلامة اللي تحت دي، هقول له انا عايز قلم. طبعا كل الحاجات دي ان شاء الله نشرحها بالتفصيل. خلينا اهو البن اهو، قلم اهو. طيب هقول للقط اعمل ايه، اول حاجة امسح كل المكتوب، لو في اي حاجة مكتوبة قبل كده امسح، واعمل لي مثلا بين داون، بين داون يعني بقى احط القلم على الورقة بحيث ان هو كل ما يتحرك يبدأ يرسم. طيب وهقول له event يبقى فور ايفر، او قرر، عايز اكرر مثلا 10 مرات، او ممكن بقى اقول له ايه، خلي القلم يبقى اكبر بمقدار 10، وعايزين نتحرك بمقدار 10. طيب نشوف ايه اللي هيحصل بقى كده. بص القلم بدأ، القط بدأ يتحرك، وكل ما بيتحرك بيبدأ يغير المقاس بتاعه. طيب انا هقول له هنا بقى ايه، اول ما تبدأ امسح، بس هو كل مرة بيبدأ باخر مقاس للقلم، فعشان كده لازم اقول له ايه، خلي مقاس القلم اول ما تبدأ بواحد. نشوف كده. بيبدأ هو بواحد ويبدأ ان هو ايه يتحرك. طيب خلينا مثلا نقول له ايه، ان هو اول ما يبدأ، اول ما يوصل للاخر يقلب. طيب ونحط هنا اريز اول، خلينا نحط الدوت هنا اللي هو المقاس قبل ما يمسح يظبط المقاس. كل ما بيتحرك، او ممكن حتى نظبطه على 10 بدل يعني فور ايفر، دي هيكتب كتير قوي، احنا ممكن نظبطها. عذر بس من الشيطان الرجيم. ويخليه 10 مرات بس. طيب عايزين بقى نعمل حاجة ايه ذكية شوية دلوقتي مع بعض. خلينا اضيف حاجة من حاجات الذكاء الاصطناعي، يعني همسح كل دوت، هقول له فايل نيو. على فكرة من الحاجات اللي مخليني احب اشرح على بيكتو بلوكس، ان احنا بعد فترة نقدر نوصل ببورد مثلا، تمام، فنبرمج مثلا حاجة زي كده. انا مش مشغل الكاميرا، بس في روبوت مثلا، حاجات مثلا زي اوردينو، انا عندي الاوردينو اللي هو نانو، فممكن تجيب اي واحد من دول وتبدأ تشغل عليه، بحيث ان انت تقدر تشوف الحاجة وهي بتتحرك فعلا. طيب هعمل معاكم برنامج صغير، تمام، هاجي هنا، خلينا نبدأ بس ايه، واحد جديد على النظافة، فايل نيو، بيقول لي سيف لا. فزي ما شفتوا كل مرة هنبدأ نبرمج حاجة تكون ايه يعني اقوى من المرة اللي فاتت. طيب خلينا اجي هنا، وانا عايز اتعرف على الوش بتاعي، هل انا سعيد ولا حزين. هنا مثلا اوبجكت ديتكتيف، كل ما هتجيب له لعبة هيبدأ يتعرف عليها. هنا هيتعرف على الصوابع بتاعتي، فممكن تقول له مثلا ايه، امشي مع خط ايدي. هنا ماشين ليرنينج، هنبدا نعلمه حاجات هو ما يعرفهاش، تمام، يعني بقى اعرفه على حاجه هو نفسه ما برمجش عليها وما عرفهاش، احنا اللي هنبرمجه عليها. في ان انت تبرمجه مثلا على فيديو سنسور مثلا، ان
الفيديو مثلا يدي اشاره طول ما مفيش حاجه بتتحرك، لو حاجه اتحركت يبدا يدي اشاره ثانيه. ممكن اعمل له تكست تو سبيتش، يعني هكتب له تكست هو يبدا ان هو ايه يقرا التكست دوت. طيب خلينا نبدا باول واحده. الفكرة انا مش عايزكم تحفظوا الكود، عايزك تفكر مع نفسك لو انا عايز اعمل كود، طب الكود اللي عمر عمله دوت انا عايز اطور عليه، عايز اعمل فيه حاجة جديدة مختلفة عن اللي فات. طيب هاجي هنا هقول له ان انا عايز هنا ايفنت، انا عايز الحاجة دي اول ما يشتغل ولا اول ما ادوس على زرار؟ يعني انا ممكن ابرمجه لما ادوس على الحرف الاي او ادوس على اب ارو، ادوس على سهم شمال فوق تحت يبدا يمشي معايا، تمام؟ او اقول له لما تدوس ستارت يبدا ان هو يشتغل. طيب انا عايزه يبدا يفتح لي الكاميرا، فاجي هنا عشان يشوف وشي. انا عايزه ايه؟ يشوف وشي، هل انا حزين ولا سعيد؟ ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا. يعني انا دلوقتي لو عملت شات بوت او حد بيرد على العملاء، يعني انت دلوقتي اتصلت بالمطعم وقلت لهم ان انت عايز اكل، اللي رد عليك ده مش شخص حقيقي، اللي رد عليك ده روبوت. لو انت ما قدرتش تكتشف ان ده برنامج فده كده احنا نجحنا في اختبار اسمه الان تورينج. الاختبار ده ان انت تتكلم مع حد لفتره معينه وما تعرفش وما تكتشفش ان ده مش انسان حقيقي، كده احنا فعلا قدرنا نعمل تفاهم. فهو لازم يتعرف على نغمه صوتي، يعني ما ينفعش اكون انا بتكلم معاه وانا متنرفز وهو يكون بارد كده ونفس اللهجه ونفس التون، فلازم يكون ايه اهدى يا فندم ويتكلم باسلوب هادي وحاجات زي كده. فاول حاجه هقول له افتح لي الكاميرا وحدد درجه الشفافيه، يعني ممكن اخلي فيه شفافيه للشكل بتاعي. اول ما اشغل هيعمل ايه؟ بيقول لي انا عايز افتح الكاميرا. اقول له افتح له افتح الكاميرا مفيش مشكله. اهو عايزين بعد كده بعد ما فتحنا الكاميرا طول الوقت يبقى ايه؟ اخش على كنترول واقول له فور ايفر، هقول له اعمل اناليسيس للصوره بتاعتي، يعني طول كل ثانية هيبدأ يحلل الوجه بتاعي. يبقى أنا محتاج إيه؟ أناليسيز إيمج أهي كده، هو بيحلل الوجه بتاعي أهو. طيب ممكن أقول له بقى إيه؟ قول لي إذا كنت أنا سعيد ولا حزين ولا إيه؟ فأقول له إيه؟ أنا عايز إيه هنا لوكس؟ قول لي. وهنا هقول له إيه؟ إن أنا عايز جيت اكسبيرينس. هو كده هيبدا يشوف الوجه بتاعي ويقول لي اذا كنت انا حزين ولا فرحان ولا ايه. فين هي؟ آه. لازم احطها في الحته دي، يعني بدل ما هيقول سي هيقول انا حزين ولا فرحان ولا ايه. الكاميرا علقت شوية. ويت. أنا ممكن أعمل اللي في خمسة بس هنضطر. طيب خليني أقول له هنا هو بيتسيف الحاجة. طيب خليني اجي هنا هقول له مثلا ايه جو تو اكس، يعني هو يتحرك بقى للوجه بتاعي اللي هي ديت، احطها بين هنا وهنا. طيب هنا انا محتاج اديله الاكس بتاع الوجه بتاعي بحيث يبقى موجود معايا، فهقول له ايه انا عايز الاكس بوزيشن اهو والاكس الواي، هقول له خلي دي الواي. طيب اول ما هبتسم كتب لي كلمه هابي، تمام؟ فده من ضمن الحاجات اللي احنا برمجناها النهارده، شفنا الكود وتقدر ان انت تتدرب عليه اكتر مره عشان تطور فيه، ماشي؟ هبقى سايبها لكم لو انتوا عايزين.
انجري، قدر ان هو يفهم الوجه بتاعي ان انا دلوقتي غضبان. هو كل ثانيه هيبدا يحلل الوجه بتاعي. وطبعا تقدر تتحكم مثلا في الشفافيه من هنا لو انت عايز يبقى فيه شفافيه. المره يعني ان شاء الله بعد كده هناخد ايه، ان هو يقدر يحلل يعرف انا عندي كام سنه، مجرد ان هو يشوف صورتي يعرف انا عندي كام سنه، يعرف العمر بتاعي. وان شاء الله يعني نوصل ان احنا نبرمج من خلال البايثون. هو مثل التولز دي انها موجود فيها البايثون. حد عنده اي اسئله؟ حد عنده اي اسئله؟ لا لا تمام جدا. لا انا ما انتظر حضرتك تسالي، اتفضلي. انا بس كنت هسال حضرتك، هو احنا ازاي نقدر نستخدم ده في كمباني بقى كاركتكتشر او كده؟ طيب هو هل في فكره تقدر يبقى ربط الموضوع معانا يعني؟ اه طبعا في حاجات كتيره جدا موجوده في، يعني احنا دلوقتي بنفهم ايه، بنفهم اساسيات تمام، لان دي لسه يعني في البدايه، لكن مع الوقت هنبدا ان احنا ناخد حاجات. مثلا انا مثلا كنت لسه شغال في مشروع وليه علاقه بحاجه في دوله معينه الهند، فدخلت على شات جي بي تي وبدات اساله اسئله تمام. اساله مثلا ايه التصميم، ايه الابعاد، ايه لو انا عايز اعمل حاجه بالطراز الهندي المقاسات بتاعتهم. عملت تغذيه، قلت له طب صمم لي كذا صوره لمدرسه، فبدا يعمل لي كذا تصميم. طب الشعار اللي موجود في العلم بتاعهم، المغزل، وهكذا. طيب مثلا دلوقتي اوتوديسك بدات كل حاجه هتنزلها، سواء اوتوكاد سواء ريفيت سواء كذا، كل ده في ذكاء صناعي الاظهارات الجديده تمام، لان انا على تواصل مع الناس اللي هناك. فيقول لي والله لو ما عملناش كده ممكن اي حد يجي ياخد مننا البساط، ويبدا ان هو ممكن شركه صغيره في المنصوره عددها 5 6 يعملوا برنامج يتفوق علينا. يعني ممكن يعمل برنامج تدوس عليه يعمل كل الحسابات بتاعته والحاجات دي كلها. فهتلاقي ان شاء الله مع الوقت ان احنا هنبدا ان احنا نبرمج حاجات زي كده، ونبدا ازاي نستخدم تولز قويه تقدر توفر علينا الوقت. حاليا مفيش شركه في العالم غير لما بتبدا تدخل الذكاء الاصطناعي. يعني انا قدرا كنت مفروض بعد المحاضره دي هشرح حاجه اسمها كانفا تمام، دي حاجه عامله زي الفوتوشوب كده. كميه التولز الخاصه اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي رهيبه. لو قلت له ابس مثلا وقلت له دخل لي على الحاجات المتعلقه بالاي اي، يعني ممكن يجيب لي 500 اداه. الفوتوشوب دلوقتي بقى فيه تولز كتيره جدا، بدل ما كنت بتعلم 5 6 خطوات لا بقت خطوه واحده. الجديد دلوقتي وان شاء الله هشرحه النهارده ولا بكره، ان دلوقتي ممكن تدخل مثلا على برنامج زي الاوتوكاد او الريفت. هو دلوقتي موجود في برنامج تاني غير الاوتوكاد والريفت، ان انا اقول له ايه، اكتب له كده، اكتب له بالعربي وبالانجليزي، اعمل لي مبنى 10 ادوار في كذا كذا كذا، فيبدا ان هو يوصل لي الحاجات دي ببعض، واشوف المبنى ده موجود 3D. ممكن اقول له اعمل لي سيلكت للاعمده اللي طولها اقل من 2 متر، يبدا يعمل لي سيلكت الحاجات دي، وصل لي، اتاكد لي ان الشغل الاتفاق اللي انا عامله الشغل كله اتاكد لي ان هو مطابق للكود. مثلا يعني مثلا لو حريق مثلا القشر مثلا تمام، فيبدا ان هو يعمل تشيك للمقاسات وكل حاجه ويعمل لي الحاجات دي. موجوده في برنامج من زمان انا كنت شارحه في 2009 اسمه ماجيكيت تمام. فالموضوع بيطور بشكل رهيب جدا ولازم ان احنا نتعلمه تمام. طيب كارما اتفضلي. شكرا جدا. تحت امرك. انا كنت عايز اسال سؤال، مثلا هو احنا ممكن نعمل الابلكيشن ده في البيت؟ يعني زي ما حضرتك عملت احنا نقدر نعمله كمبيوتر؟ اه طبعا طبعا. بص يا باشمهندس، انت معانا في التليجرام صح؟ اه. طيب انا هنزل لك الفيديو وابداي امشي معانا خطوه خطوه، وانا عايزك كل حاجه تقف قدامك. لو ما عرفتيش تعمليها حط لنا الصوره، انا وقفت عند الموضوع دوت، وممكن ادخل معاك اوريك بتعمل ازاي، او اعمل لك فيديو تشرح لك الموضوع ازاي. اه الحاجات دي سهله جدا وبتتعمل وبتشرح للناس. عندها انا عندي بناتي، عندي بنتين كده حلوين زي كده، لينو وتاليا، عندهم 5 سنين بيعرفوا يلعبوا الحاجات ديت. مجرد ان بسيب لهم التابلت ويبداوا يلعبوا بيقدروا يعملوا برامج حلوه كده. فالموضوع هتلاقيه سهل، وممكن تسجلي صوتك. يعني ممكن تيجي هنا القطه الحلوه دي تقول صوتك انت
ماشي، خلينا نشوف القطه ديت اهي. كل اللي عليك ان انت هتيجي مثلا على ساوند تمام، وتقول انا عايز اسجل الصوت بتاعي. هي موجوده على التابلت، مش عارف موجوده هنا لا، موجوده هتلاقيها ان شاء الله اهو. هاجي هنا واقول له ريكورد، وراح بقى مسجل، ويبدا ان هو يسجل الصوت بتاعي تمام. الو 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 اه، فيبدا ان هو يعمل لي الصوت تمام. تمام الو 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 الو، فالقطه تقول صوتك انت، الكلمه اللي انت عايزاها هو يقولها لي. الموضوع سهل جدا للرهان، وكل اللي هو اصلا معمول للناس اللي في سنك تمام، احنا متطفلين عليك. فانت ممكن تبداي تعملي العاب بسيطه صغيره، وعايزين كل اسبوع تورينا انت عملت ايه المره اللي فاتت. اتفقنا؟ ماشي. اه اعملي لنا حاجات حلوه كده، الموضوع سهل. هي عامله زي مكعبات. انا عايز ابدا بايه؟ اول حاجه بتبدا بيها كنترول، ان انا هدوس على بتبدا بايفنت، حدث. طب انا عايزه يعمل ايه الحدث دوت؟ انا عاوز يعمل صوت اهو، واختار بقى الصوت اهو. بص لما ادوس كده تمام تمام. الو 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 الو. بعد كده هنبدا يعني كل شويه نشرح شويه سكراتش، ونشرح برضو الادوات دي. هتلاقيك بتعملي حاجات خاصه ب سمارت هوم، ان انت تقدري تعملي حاجات للمباني الذكيه، تعمليه يقدر ان هو يفرق صوتك عن صوت اي حد تاني. بس اتمنى نورهان تسمع الفيديوهات اللي فاتت عشان ما نعيدش الكلام، وطبقي وبعدين الله يكرمك. انا اسمع عمر ماشي، او ابو معاذ، حطي لي بس اي حاجه تقف قدامك ما تعرفهاش على التليجرام، ونبدا ان احنا لو في حاجه نبدا نتشارك فيها ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. حمزه في اي مشاكل يا حمزه؟ شكرا. خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي هنكمل وناخد حاجات جديده فطبقوا اللي فات، عشان ما ايه هتلاقي الموضوع مترتب على بعض. يعني اللي قلناه النهارده عايزين واجب على باشمهندس، الواجب ان هو يعمل لنا لعبه يطبق اللي احنا قلناه، ايه رايك؟ والواجب ان هو يتفرج على ماشي. اتفضل. ما بيعملش يعني، هو بيخلص الدرس وخلاص كده. انا عايز واجب ان عشان تشوفه المره الجايه. طيب الواجب ان هو ببساطه خالص، تعالوا نعمل واجب مع بعض. يسلم ابو الهول وهو بيشرب كوبايه شاي وحاطط سجل على رجله. حلو حلو. طيب دي حلوه قوي، حلوه قوي، ما فيش مشكله. ليوناردو اهوت، او خلينا نخش على اهو ده كوبايلوت. قول له كده ابو الهول بيحط حط رجل على الرجل، او ابو الهول بيلعب مثلا شطرنج، يلعب شطرنج. شطرنج اللي انت عايز يعني. انت لو انا محترف فوتوشوب وطلبت مني ان انا اعمل لك الصوره دي، هقول لك تعالى لي بعد يومين ثلاثه كده هكون صممت لك الحاجه الحلوه. اه احنا طلبنا منه صوره وبيشرب قهوه، تعالى نشوف الصور اللي عملناها المره اللي فاتت. عملنا ثلاث صور مختلفين تماما. يعني لو انت كتبت نفس البرومت اللي انا كتبته هيطلع لك حاجه مختلفه عن اللي انا عملته تمام. كل مره هيطلع لك حاجه مختلفه. طب لو دوست على اي صوره فيهم تمام، تقدر تشيرها مع اصحابك، تقدر تسيفها، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها كاستمايز، تخش تعدل فيها. يعني لو صوره عجباك بس عايز حاجه معينه تشيلها، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تعالى بقى نشوف الصور. اه اهو بص ابو الهول اهو بيلعب شطرنج اهو تمام. اه حط لنا الشطرنج وحط لنا ابو الهول وعمل لنا صوره جميله اهي ماشي. ايوه. فعايزينكم تعملوا صور مثلا بالشكل دوت. لو في حاجه في الفيديوهات اللي فاتت سمعتوها وعايزين تطبقوها طبقوها ووريها لنا. في حاجه وقفت قدامكم مش عارفين تعملوها، بعتوها لنا برضو على التليجرام عشان نبدا ايه نشجع بعض ان شاء الله تمام. فايت كنت اسال حاجه سؤال. هو بحضرتك كنت بتحكي عن الاي اي، ان انا اقول له ابني لي مبنى و10 ادوار وشوف علاقته باشي، ده كان الماجيك كات؟ اه الماجيك كات بيعمل كده، وفي برامج تانية عندك مثلا يعني هم اوتوديسك شغاله في الموضوع دوت. لكن اللي سابق في الموضوع ده واتعمل فعلا في برنامج بلندر. برنامج بلندر ده بيعمل حاجات 3 دي زي 3 دي ماكس، لكن هو مجاني. ففي ناس عملوا الموضوع ده فعلا. في برنامج اسمه الراينو، الراينو برنامج فلوس، لكن جواه حاجه اوبن سورس اسمها الجراس هوبر. الجراس هوبر تقدر ان انت تكتبي جواه انا عايز اعمل كذا. يعني هو حتى الان اللي وصلنا فيه في الداينامو ان انا اقدر ادخل شات جي بي تي جواه. ادخله جواه ازاي؟ يعني اساله سؤال يجاوبني، لكن مش اكتف مع العناصر. بس قريب قوي هيتعمل فيه اكتف في العناصر تمام. طيب استاذه كارما اتفضلي.
هو احنا هو لهم ركنان اللعبة دي ونعم نشوف مثلا على الصور وكده، يعني تشوف الصور وكده ولا هو اللعبة بس؟ لا اعملي الصور واعملي اللعبة وهنشوف مع بعض حالا. هقول لك على حاجة حلوة قوي، خلينا هجيب لك مثلا حاجة زي ايه، كوبايلوت مثلا، تمام، او شات جي بي تي. شات جي بي تي مجاني، تمام، شات جي بي تي اهو ده، انت ممكن تسأليه اي سؤال. انت سنة كام يا كارما؟ جريد فور. طيب ايه الدرس اللي انت بتاخديه مثلا في العربي، في التاريخ، اي درس؟ الحفاظ على البيئة مثلا. حلو قوي، حلو قوي، انا متخصص في الحفاظ على البيئة دي، تمام. طيب انا هسأله سؤال دلوقتي، انا بقول له ايه، اهو شات جي بي تي، هسيب لكم الفيديو والرابط على التليجرام. طيب هقول له ايه، انا اريد ان افهم الحفاظ على البيئة، وانا عندي كم سنة؟ 10 سنين. اشرح لي كيف احافظ على البيئة. فلو في اي درس انا مش قادر افهمه اخليه يجاوبني بالاجابة اللي تناسبني، بس خلي بالك انا قلت له ايه، قلت له انا عندي 10 سنين، فيبدأ يبسطني للكلام اللي يناسب 10 سنين، ما يحطليش مصطلحات صعبة، ما يحطليش حاجات معقدة، تمام. فبيقول لي احنا ما نقلل النفايات، نعمل اعادة للتدوير، نعمل توفير في استخدام الموارد، الحفاظ على البيئة، وبدأ ان هو يشرحها لي، تمام. طيب هقولك بقى الحاجة حلوة قوي قليل اللي يعرفها، تمام. اعمل لي ملف تقديمي باوربوينت لهذا الكلام. هخليه يعمل لي باوربوينت في الكلام دوت. قال لي بالطبع يا عمر. بدأ يعمل لي ايه، عرض تقديمي، يعني باوربوينت شرايح، كل واحدة فيهم هيبدأ يحط لي في كل شريحة الكلام، والملف ده هيدولي جاهز، يعمل له داونلود، بقى عندي ملف فيه الكلام دوت اهو، بدا ينظمهم، تمام. فانت بقى لو طلب منك في المدرسه تعملي عرض تقديمي، تقدر تستعيني بالذكاء الاصطناعي، بس لازم تقريه كويس كذا مره وتتاكدي ان الكلام ده صح، لانه ممكن يهلوس، ممكن يقول كلام مش غلط مثلا، او يكون بيتكلم في حاجه ثانيه. طيب خلينا بقى كده اهو، هعمل لي الملف، بدا ان هو يعمل لي الملف ده بحيث ان انا اقدر اعمل داونلود واقدر ان انا افتحه واشتغل عليه. فدي فكره كويسه جدا، ان انا مثلا لو في اي حاجه انا مش فاهمها، حاجه صعبه، ابدا ان انا اساله. ممكن اقول له ايه، انا عايز اتعلم انجليزي، فاشرح لي قاعده اف مثلا، او اشرح لي المضارع البسيط، فيبدا ان هو يشرحه لي. بس لازم اقول له انا عندي كام سنه عشان ما يشرحش حاجات تكون ايه صعبه شويه، تمام. هيحمل لي الملف دوت، ونقدر ان احنا ايه ناخد الملف ده ونشتغل عليه. يعني انا وانا بعمل العرض التقديمي ساعات بستعين بيك بعض الحاجات، تمام، بيعمل لنا الملف دوت اهو. انا مثلا كنت وانا بعمل المحاضره بتاعت النهارده قلت له اعمل لي الكلام برزنتيشن، وعمل لي الباوربوينت اهو، تقدر ان انا احمله واقدر ان انا اشوفه. ده كده الملف اهو اتعمل، بس مش هو ده اللي انا احمله، هو هيعمل لي ملف بقى خاص بيا اقدر ان انا ايه احمله، ماشي. يعني ممكن اروح احمله وابدا ان انا افتحه على الباوربوينت واشتغل عليه. ممكن اقول له هنا، فيبدا يحمل لي داونلود للملف دوت. وتقدر تسالي اي سؤال، يعني لو في اي درس تاريخ عايزه معلومات اكتر، عايزه، طيب لو احنا مثلا عايزين نروح رحله، ولا انت ما بتحبش الرحلات؟ لا لا لا. اعمل لي رحله اسبوع مثلا في مدن، في مدينه القاهره، مدينه اسكندريه، مصر، لان في اكتر من اسكندريه، ازور اهم المعالم السياحيه مع ابوي او والدي. فكده ايه هيقول لي الرحلات دي واسبوع، فهيقول لي بقى كل يوم تروح فين.
اليوم الاول تروح اسكندريه وتروح فندق وتستريح شويه، وبالليل تروح الكورنيش وتروح تتعشى، وتاني يوم تروح مكتبه اسكندريه، وبعد كده حضرتك الشلالات وهكذا. فعمل لي خطه يعني عشان اوصل للموضوع ده لازم اسال واحد مرشد سياحي عشان يبقى عارف كل الاماكن دي، قلعه قايتباي مثلا وهكذا. فانت ممكن تستعين بالذكاء الاصطناعي في ان انا اساله حاجه انا مش عارفها، قصر المنتزه، متحف الاحياء المائيه، شاطئ المعموره، كل الحاجات ديت. فاي سؤال عندك جربت تساليه الذكاء الاصطناعي، ولازم تتاكدي من المعلومات بتاعته، يعني ما تاخديش يعني ممكن معلومه غلط تروح قايله له لا المعلومه دي غلط، صلح المعلومه بتاعتك. تمام. واحنا في الفيديوهات اللي فاتت شفنا ازاي اصلح معلومه للذكاء الاصطناعي وازاي ان انا ادربه، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت ده مثلا موقع اسمه تيتش ابل ماشين، خلينا في الكاميرا. ده عباره عن ايه؟ ده موقع انا بدربه على حاجات كتيره، ممكن ادربه على مثلا ايه، ان انا اول عندي نباتات، فاول ما اصور اي حاجه يبدا ان هو يقول لي النبات ده نوعه ايه. ماشي. طيب اقول له مثلا جيت ستارت، ممكن يبقى مشروع عن الصور، او مشروع يتعرف على الصوت، او مشروع يتعرف على الحركه. مثلا الصور ممكن ارفع له صور قطط كتيره جدا او صور كلاب. عندنا انا عامل انا ملف الشغل بتاعي واحد فيه صور كتيره قوي القطط وواحد صور الكلاب. بس خليني هنا هقول له ايه، ان انا هنا سعيد، انا سعيد فعلي مش اسم سعيد، وهنا حزين مثلا. طيب هبدا ان انا ادربه بان انا اشغل الكاميرا وابدا ان انا ايه اسجل. ماشي. اديته 28 صوره وانا مبتسم، واجي بقى في حزين وابدا ان انا ادربه. ممكن بقى ايه بدل صور حزين وكده ممكن ادربه مثلا ايه ان هو يفرق بين الحيوانات مختلفه، او بين اشخاص مختلفين، او لو حد لابس ماسك وحد مش لابس ماسك. تمام. فهو بعد ما يتدرب هو كده بيعمل تريننج، بيبدا يتدرب على الصور، بحيث ان هو لو انا وريت صوره جديده هو ما شافهاش قبل كده يبدا ان هو يتعرف عليها. تمام. هي دي الميزه، يعني انا لو اديته 100 صوره يتدرب عليها لازم الصوره اللي تيجي بعد كده ما تكونش زيها، يعني ما ادوش صوره اديته قبل كده، ادي له صوره مختلفه. تمام. هو كده خد 28 بدا يتدرب على الصور كلها، وفي الاخر اقول له ايه اعمل لي ايه بريفيو. اهو بدا هو يتدرب على الصور. دلوقتي بقى هشغل الكاميرا او ارفع له صوره ليا، وهو يقدر يقول لي بنسبه كام. انا كده مثلا انا حزين، هو بقى يبدا يشوف انا كده سعيد مثلا، فيبدا يشوف الصور ويبدا ان هو يفهم ويبدا ان هو يميز بين الصور. هي دي فكره تدريب الذكاء الاصطناعي، بيتدرب ذكاء اصطناعي على ان هو يتعرف على الحاجات، يعني مثلا ايه يبقى واقف وشايف مثلا مثلا في الشغل بتاعنا بيبقى مثلا ايه عارف الاشخاص اللي ممكن يدخلوا في المكان دوت فيسمح لهم، لو حد غريب يبدا يقول له لا ما ينفعش ان هو يعني مثلا. ممكن نعمل ايه في حمام السباحه، حمام السباحه ممكن اركب كاميرا والكاميرا دي تحلل كل حاجه، فلو اكتشفت ان شخص بيتحرك حركات عنيفه في الميه يبدا يدي انذار، او شخص قاعد ثابت ما بيتحركش ممكن يكون مثلا مغمى عليه فيبدا يدي انذار. فالذكاء الاصطناعي بيبدا ان هو يتدرب على كل حاجه انا بعملها. تمام. طيب حد عنده اسئله ثانيه؟ هو ممكن بس اسال سؤال ثاني؟ اسالي زي ما انت عايزه. هو لو احنا يعني او احنا ممكن يعني هي اللعبة اللي احنا بنعملها دي هو المرة الجاية يعني وكده هنوريها لحضرتك صح؟ وريها لي واحنا ان شاء الله بعد ما ناخد شوية حاجات كده ان شاء الله هنعمل العاب على الموبايل، يعني تقدر تعملي لعبة على الموبايل وتقدر تشاركها مع اصدقائك. تمام. فالالعاب دي ممكن اصلا تعملي فيديو قصه بين اتنين، تعملي شخصيتين وتخلي ده يتكلم وده يتكلم، فتبداي تعملي ايه
حوار بين اتنين، تقدر تعملي فيديو، تقدر تعملي لعبة، انت تقدر تعمل حاجات انا نفسي ما اعرفش انها تتعمل. تقدر انت ايه مثل البرمجة انها مش مقيدة بحاجات معينة، مش لعبة واحدة، لا تقدر تعمل حاجات انا اقول لك ده انا اول مرة اشوفها انت عملتها ازاي. فابدأ بس العب شوية كده في السكراتش، سطبع على التابلت بتاعك، سطبع على الموبايل، على الكمبيوتر، اي حاجة انت عايزاها، وورينا الحاجات بتاعتك. ماشي ماشي. حد عنده اي اسئلة تانية؟ في حد عنده اسئلة؟ معلش يا دكتور، انا كنت اسألك سؤال كمان. او حضرتك الشات جي بي تي اللي حضرتك كنت فاتحه دلوقتي ده الابجريدد ولا اللي هو العادي اللي هو 3.5؟ لا، هو دلوقتي اللي هو 4.0 ده مفتوح للناس كلها مجاني. تمام. بقى مفتوح ان انا اعمل اكونت عليه عادي؟ هو نفس الشات جي بي تي، يعني هتلاقي جوه كده بيقول لك انت عايز تشغل بده ولا بده، فانت اهو هوريه لك دلوقتي. تقدر تشغل بده او بده، مش مشكله خالص، مفتوح للاثنين، الاثنين بقوا مجاني. ليه؟ لان خلاص فايف نازل. تمام يا دكتور، ماشي، شكرا جدا لحضرتك. طيب حد عنده اسئله تانية؟ انا اتفضلي. هو احنا لما نيجي نعمل يعني ايه الهومورك نعمله على جي بي تي ولا على تيم لعبه؟ يعني نعمل طيب، يعني نعمل اللعبة اعمليها على اعمليها على اللي هو بيكتو بلوكس او اعمليها على سكراتش. اللعبة دي حاجة، وفي شات جي بي تي. شات جي بي تي ده نقدر نقول واحد صاحبي بكلمه، يعني زي ما بتعملي شات، هو اسمه شات جي بي تي، بسأله سؤال بيجاوب عليه. يعني ممكن اقول له ايه، انا زهقان وماليش نفس المذاكرة، اعمل ايه عشان ابقى اذاكر؟ او انا محتاج حد، يعني حد بينصحك نصيحة او بيديك معلومة، شات جي بي تي. تمام. فممكن شات جي بي تي بتكلم معاه. ليوناردو ده كان رسام. تمام. اتفرجت على سلاحف النينجا؟ طيب سلاحف النينجا كان اسمهم ايه؟ ليوناردو ورافائيلو وايه تاني؟ مايكل انجلو ومين تاني؟ دوناتيلو. انا فاكرهم الاربعة. الاربعه دول رسامين. فليوناردو ده كان رسام في حاجه اسمها عصر النهضه، اللي رسم الموناليزا، فهو عشان كده خدوا الاسم بتاعه. فلو انت عايزه ترسمي عندك ليوناردو، تمام، تقدر ترسمي فيه. في الدروس اللي فاتت كنا شرحنا الموضوع بالتفصيل، تمام، فممكن ترجع ليها. وعايزه تعملي اللعبه عندك سكراتش، عايزه تعملي شات مع حاجه شات جي بي تي، عايزه ترسمي ليوناردو. طبعا كل واحده من دول فيها بدائل كتيره، لكن دول اشهر حاجات. ماشي. او يعني احنا بقى الهوم ورك نعمل على جي بي تي ولا انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل لعبه؟ او اعملي اللعبه على سكراتش. تمام. ماشي. يعني اعمل الاثنين ولا حاجه واحده؟ اعملي اللي تقدر عليه. يعني انا عايز منك مثلا تعملي لعبه صغيره وتوريها لنا، وتسالي شات جي بي تي بعض الاسئله وتورينا الاسئله اللي انت سالتيها، ممكن نفكر فيها مع بعض ونتعلم منك. ممكن تقول له اعمل صوره. اعملي الثلاثة. تمام. ابقى اكتب الاسئلة بطريقة واقولها لكم ولا لا؟ اسألي شات جي بي تي ورينا الاجابة، يعني اسألي اي سؤال وشوفي الاجابة هتيجي ايه وقولي لنا الاجابة كذا. تمام. يعني قولي له مثلا انا عايز اعرف اسماء مصر، ايه الاسامي بتاعت مصر، عايز اعرف مثلا معلومات عن اهم الاثار في مصر، وورينا المرة الجاية او ورينا على التليجرام هو قال لك ايه. تمام. خلاص. تمام. حد عنده أسئلة تاني؟ طيب أنا سعيد بيكم النهاردة، وإن شاء الله هنقابلكم الجمعة الجاية، ولو في أي أسئلة ابعثوها لنا إن شاء الله ونجاوب عليها بإذن الله. شكرا لك. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. تحت أمرك. السلام عليكم. الله يسلمك. شكرا. تحت أمرك. الله يكرمك.